سلام يا سلام. نهاية الـ طبعا في رباعيات انا مش فاكرها. طيب الفرخه دي بعد سنوات يعني من صراخ هذه الفته تحول الى غناء. انا اديتها لمطرب شعب اسمه مجدي طلعت. مجدي طلعت غناها، اتشهرت جدا معاه. ايه قصتها؟ الناس كانت بتطلبها يعني منه في الافراح. كويس، يعني عرفوا الناس يعني ازاي او ايه اللي خلى الفكره جات لك ان دي تتحول الى اغنيه شعبيه يغنيها مجدي طلعت؟ هو مجدي صاحبي جدا يعني بحبه جدا. كويس. كان صديقك وصديق صديقي العائله. وامي كانت بتحبه جدا وحاجات كده يعني. واد محترم يعني. الله يرحمه. فبقول له انا عندي قلم موال لمصطفى الطائر. فقلت له، قال لا لا استنى اكتبه لي. كتبته. كويس. قلت له بس خلي بالك تدفع فلوس. طبعا فلوس ورثه. فلوس امي واخواتي مش عايز حاجه. صحيح. قلت له بس امي واخواتي. فراح لامي قال لها عايزه يا ماما مش حاجة. قلت له لا ما فيش عايزه يا ماما. هي كان عندها الثلاجه الله يسلمها. قلت له هات لها ثلاجه. يا سلام. كويس. فجاب لها ثلاجه. طيب من اشجار الوالد يعني ايه تاني؟ الميت اللي الناس عليه بيعددوا. ايوه. انا بنبسط خالص لموته وبحسده. علشان طلع من مجتمع راجل جدع. والجوع ما عادش في اي يوم هيهدده. يا سلام. يعني يا بخت اللي مات لانه مش هيجوع تاني. الجوع مش هيهدده تاني خلاص. حاجات من يعني عنده حاجات طبعا عبقريه كتير اللي انا فاكره ده من بقه. عايز اسالك بقى سؤال يخص ديوان مصطفى الطاهر. ايه بقى قصه؟ انت قلت لي ان في وسط الكلام كده انه كان الديوان ورسمه ومش عارف ايه القصه. كان عامل الديوان باسم الطائر الجريح. كويس. وكان الغلاف بتاعه انا فاكره جسم زي حمامه. والدماغ مصطفى الطائر. دماغه هو. يعني حاطط راسه على جسد طائر بحيث يبقى هو مصطفى الطائر. بالظبط. ده كان الغلاف. وسهل. هو اللي كان عامل الرسم ده؟ لا، حجازي. حجازي رسام صباح الخير. كان مشهور جدا. كويس. وسهم داخل من الطير ده خارج من الناحيه الثانيه ونقطتين ثلاثه دم احمر نازلين. طائر. وسماه الطائر الجريح. يا سلام. دي كانت رؤيه حجازي لتجربة بابا. والديوان او مشروع الديوان، احنا مش هنقول ديوان لانه كان مشروع ديوان. كان مشروع. كويس. بس كان شبه خلصان. كويس. يعني كان انيس منصور كاتب له كلمة. صلاح جاهين كان كاتب له كلمة. كويس. الاول. في بداية الكتاب. الكتاب ده اللي بيعدل النشر. بيعدل النشر. كويس. على الطباعة بس. كويس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي جوز اختي. هو كويتي. فلما والدي توفى جه وقعد يعيط وحاجات كده وكان بيحبه يعني. فين الكتاب بتاعه؟ ماما قالت له راحت مدياله الكتاب. قال له انا هطبع الكتاب ده وهلففه العالم العربي كله. كويس. وخده. وقعدوا لغايه لما العزا خلص والحاجات دي، وخدوا اختي واتكل على الله ومشوا. كويس. بعد كده حصل خلافات بقى زوجيه بينه وبين اختي وحاجات كده. فبدات العلاقه ما بقتش حلوه. وهو كبر دماغه كانه يعني كانه بيعاقبنا يعني، ما تعرفش في ايه. فالكتاب ده فيه خلاصه مصطفى الطائر. كويس. اللي ما حدش يعرفه غيره. حضرتك عندك عندك نسخه قريبه جدا. هنشرك معانا المشاهدين في الموضوع ده. انا لما توفى مصطفى الطاهر توفى في ديسمبر 79. انا في فبراير مارس 80 رحت عشان اعمل موضوع عن مصطفى الطاهر. ورحت عندكم البيت. غالبا انت كنت في الوقت ده في الجيش. في الجيش. وسمير طبعا كان متزوج وما كانش مقيم مع الاسره. فانا رحت وقابلت الوالده وادتني
برضو سألتها يعني بعد ما عملت معاها الحوار وكده، سألتها هو مش كاتب حاجة بخط إيده؟ فقالت لي في دفتر كده هو كاتبه بخط إيده. فأنا خدت الدفتر ده ونشرت وقتها منه في الموضوع اللي أنا عامله لمجلة صباح الخير. جميل. ثم فضل عندي في مكتبتي وعملت له هارد كفر عشان أحافظ عليه. يعني أنا بكلمكم في موضوع يا جماعة حصل دلوقتي بقاله 44 سنة. المخطوط ده لسه عندي من 44 سنة. كويس. وعايز أفاجئك بحاجة كده يا أمل. الله يرحمه. إنه ده صورة المخطوط وعملنا لها تصور ماذا لو أصبح ديوان، فحطينا عليه صورة مصطفى الطاير. مصطفى الطاير وسميناه زي القصيدة الشهيرة بتاعته نفوس الناس. نفوس الناس. ديوان مصطفى الطاير عايزك تتأمله. أنت أول مرة مفاجأة خطيرة تشوف هذا المخطوط. ربنا يخليك. أو بمعنى أصح اللي في إيدك هي صورة المخطوط مش المخطوط نفسه. تمام. الله يرحمه. الله. إن شاء الله بإذن الله يطبع هذا الديوان. إحنا عندنا فكرة إن الشعراء اللي بنتكلم عنهم في أعوام في بحر الكلام عايزين نجمع نصوص أغانيهم وننشرها في سلسلة كتب تحمل نفس اسم البرنامج. الله عليك. أعوام في بحر الكلام. احنا كنا زمان دايما نلاقي الأغاني منشورة بأسماء المطربين، يعني يقول لك أغاني فايزة أحمد، أغاني عبد الأشهر، أغاني عبد الحليم حافظ. أشهر أغاني شادية زمان. كان بيتباع على سوق الأزبكية. بالظبط. إنما يعني كانت بتتاخد الأغاني من وكأنها ملك للمطرب. إحنا بنعمل بنعيد الأمور إلى مكانها الصحيح بحيث تصدر أغاني الشاعر باسمه. أنا يعني في نهاية حلقتنا عن الشاعر العظيم مصطفى الطاير لا يسعني إلا إن أنا أشكرك يا أمل على هذه الصحبة الجميلة. أنا اللي بشكرك وبشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا اللي تعبوا النهارده معانا، ويعني دي حاجة فوق دماغي بصراحة. إن مصطفى الطاير لم يكرم في حياته ولا بمماته، يعني ربنا يرحمه. بس انا اعتبر ده تكريم، وتكريم كبير يعني استاذ جمال بخيت، مش اي حد. العفو حبيبي. العفو. ربنا يديك الصحه يا رب. وانا كنت سعيد قوي معاك والله بجد. الله يخليك جدا يعني. الله يخليك يا امل. وشكرا يا حبيبي على هذه الاستضافه في منزلك. وشكرا ليكم متابعينا الاعزاء، وعلى وعد بلقاء دائم في أعوام في بحر الكلام.